بارت 2 نحن عم نعمل هذا الميك اب، نكمل ننظف الكونتور فوزعت بالكونسيلر تبع لوريال مثل دائما، وبلشت نظفه وادمج الكونسيلر. بس عن جد الميك اب طالع كتير حلو، وهذا الكونسيلر 4 شقق. بعدين جبت كحل اسود وصرت احطه بقلب عيني، هذا القلم من شيكلام يلي رح يسأل، وضفت اي شادو اسود كمان فوق الكحل، كتير مهمين هاي الخطوات لحتى يطلع حلو. بلشت ادمج الكحل الاسود وهيك طلع، وبعدين رددت فوقه بني نفس اللي حطيته فوق الغامق، فهيك بيطلع بيرفكت مدموج نظيف. هاي الخطوات لحتى تعملوها الصغيرة بتحل الميك اب، وصرت تسوي المدمع العين. وبعدين حطيت كمان جليتر اللي حطيته فوق عيني عند المدمع هيك شوي، وحطيت شوية باودر نظفته بالفرش هاي، وبعدين حطيت مسكرة. هلأ ببلش يبين اللوك عن جد، واو واو. خططت اللب تبعوتي باللون البني غامق، حطيت لبستيك حمراء، وبعدين حطيت فوقها لبستيك حمراء اكتر يعني خمري، وشوفوا لي هلا قديش رح يطلع حلو. واو واو. وفوقها رد زدت جلوس، الجلوس هذا تبع كيكو، عن جد واو، غرمت باللوك بجنن، فردت شعراتي وشوفوا لي بجنن. لا عن جد ابدعت، اكتبوا لي بالتعليقات ابدعت ولا ما ابدعت. صرت ارفع شعري اشوف كمان اذا رفعت شعري كيف بيطلع اللوك. واو وبس، بحبكم، باي، بشوفكم بالتوتر الجديد.